انا ولي امر طالب في الثانويه العامه عايد للسنه الثانيه دي ويجيب نفس الدرجات بنفس المجاميع في نفس المواد. ايه الموال ده؟ ده مش انت لوحدك بس اللي بتقول كده، ده انت نفس القصه ونفس الموال يا جماعه. هي مقصوده من محافظه اسوان يعني؟ ده مش محافظه اسوان بس، ده في كل المحافظات دلوقتي، مش انت لوحدك والله. يا فندم والله يا فندم ادي نفس القصه اللي حصلت ساعتك، يعني متعرضين لضرر والاذى ملوش حل. يعني انا بكلم وزير التربيه والتعليم على صوتك اهو يا سياده الوزير. هو ازاي طالب باقر الاعاده كمان السنه اللي فاتت ويبقى نفس الدرجات بنفس كل حاجه؟ ازاي يعني؟ انا على الاقل يعني حسنوها شويه يعني، مش كده يعني. والله يا فندم انا برفع رساله للسيد الدكتور طارق شوقي، بقول له حضرتك انت كده سعادتك بتخرج جيل جديد للارهاب للبلد. اللي ربنا يسترها، ربنا يسترها على عيلته والله. اللي بيصلحه سعاده رئيس حضرتك بتهدمه في لحظه. لا لا لا، ده بيهدمه في لحظه، في لحظه يا فندم. ده انت ده شباب، ده درع الامه يا فندم اللي انت بتحطمه. لا حرام 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 والله يا فندم. انا معايا ابني متحطم تماما كده، سعادتك بيخرج جيل من الارهاب مش جيل من الطلبه. ليه كده الظلم ده؟ ظلم؟ لا ظلم باين والله يا اسامه. ده حاجه ده وبشكر سعادتك شكرا جزيلا على اهتمامك بقضايا الطلبه. لا على دماغي يا فندم، على دماغي ان شاء الله. على دماغي والله. الله يبارك عليك يا فندم. والله يعني انا مش عارف اقول لك ايه، ربنا يكتب لك الخير ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم، ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك. تسلم لي يا فندم.